أهلا بكم. يخضع المهاجم البرازيلي برونو سافيو للتجربة بنهضة بركان باقتراح من مواطنه خوسي كلايتون اللاعب السابق للترجي التونسي. وسبق للمهاجم البرازيلي برونو سافيو البالغ من العمر 30 سنة اللعب للأهلي المصري في موسم 2022 قبل انتقاله لفريق بوليفار البوليفي في الموسم الماضي. ويعول التونسي معين الشعباني على تدعيم صفوف نهضة بركان بلاعبين متميزين للتنافس على لقب البطولة الاحترافية في الموسم المقبل، إلى جانب كأس الاتحاد الإفريقي الذي خسره في مايو الماضي لصالح الزمالك المصري. وتعاقد نهضة بركان في الميركاتو الصيفي الحالي مع منير المحمدي حارس مرمى المنتخب الوطني المغربي والمالي سميلة سيديبي قادما من نجم الساحلي التونسي. بالمقابل غادر الفريق البركاني يوسف الفحلي وأمين الوعد وعبد الكريم بعضي والكونغولي تويسيلا وكذلك حمزة السمومي بعد انتهاء عقودهم مع الفريق البرتغالي. يشار إلى أن نهضة بركان احتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الاحترافي ونجح في ضمان المشاركة في كأس الكاف. من جهة أخرى أجريت اليوم قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وسيواجه نهضة بركان في الدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفدرالية الإفريقية المتأهل من مواجهة كانيمي وراينوز النيجيري ضد داداجي البنيني. وكان فريق البرتغال قد أعفي من الدور التمهيدي الأول من كأس الكاف. وتجدر الإشارة إلى أن اللاعب برونو سافيو لم يحظى بفرصة كبيرة في المشاركة كأساسي مع الأهلي المصري، وظل يجلس على دكة البدلاء. وفي الفترة الأخيرة تم استبعاد اللاعب بشكل كامل من المشاركة مع الفريق الأحمر، حيث لم يتم تضمينه في قوائم المباريات التي يشارك فيها الفريق المصري. وقام المدرب السويسري مارسيل كلور بتجاهله لفترة طويلة، مما يشير إلى أنه فقد مكانته في التشكيلة الأساسية للفريق الأحمر. هذا قد يرجع إلى عدم قدرته على التأقلم مع أسلوب اللعب أو تقديم أداء متميز يلبي توقعات المدرب وإدارة النادي الأهلي المصري. إذن إخواني هذه تفاصيل اللاعب برونو سافيو الذي الآن هو في مرحلة تجريبية مع فريق النهضة الرياضي بركانية، ولا شيء حسم الآن. وبالنسبة للاعب الذي يلعب حاليا في الدوري البوليفي هذا الموسم لعب 9 مباريات، سجل هدف وقدم 5 تمريرات حاسمة ونال 5 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء، وشارك أيضا في كأس ليبارتادوريس في 5 مباريات، سجل 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، نال 3 بطاقات صفراء ولم يطرد في كأس ليبارتادوريس. إذن هذه الإحصاءات بالنسبة للاعب الوافد الجديد على فريق النهضة الرياضية البركانية برونو سافيو الذي يخوض مرحلة تجريبية كما قلت لكم، ولا شيء حسم لحد الآن.